بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها الحريري يحسم موقفه الرئاسي اليوم ويعلن ترشيح عون، الضرورة تعيد المجلس إلى التشريع وبري يرفع مطرقة المعارضة، القوات العراقية تتقدم سريعا في معركة تحرير الموصل، وموسكو قلقة من احتمال هروب الدواعش إلى سوريا. صباح الخير. يحسم الرئيس سعد الحريري موقفه الرئاسي اليوم بكلمة يتوجه بها مباشرة على الهواء من بيت الوسط إلى اللبنانيين ليضعهم في خلاصة ما توصل إليه من قرار بعد اكتمال مباحثاته المرتكزة بشكل أساسي على واجب إنهاء الفراغ ووجوب إعلاء مصلحة الجمهورية فوق أي مكسب شخصي أو فئوي أو سياسي، وعلى قاعدة ما حدا أكبر من بلده. وسيعلن الرئيس الحريري تبنيه لخيار ترشيح العماد ميشيل عون عند الساعة 5 عصرا بحضور عدد كبير من الشخصيات. وسط هذه الأجواء، قالت صحيفة النهار إن حزب الله سيعمل في المرحلة المقبلة على التوفيق بين الرئيس نبيه بري والعماد عون، وتوقعت أن يتركز الجهد على تأجيل جلسة 31 من تشرين الأول إلى 17 من تشرين الثاني لتنقية الأجواء بين عين التين والرابية. وكان الرئيس نبيه بري أعلن في بداية الجلسة التشريعية التي عقدت أمس أنه لن يصوت للعماد ميشيل عون. تقرير مها ظاهر. بربطة عنق خضراء دخل الرئيس نبيه بري ليعلن بالفم الملآن وعلى الملأ موقفه من ترشيح النائب ميشيل عون. لن أصوت له وسأكون في المعارضة، وهذا ليس كلاما طائفيا. موقف بري مهد له النائب جورج عدوان بتوجيه السؤال إليه حول صحة ما قيل حول ميثاق 43 والحرب الأهلية، فوصفه برجل الحوار والمتصدي دائما للقضايا المذهبية والطائفية. فأجاب الرئيس بري: أنا تفاجأت بما حصل ولم أتحدث سوى أمام هيئة مكتب المجلس قبل أيام بأنني سأهنئ الفائز عند انتخابه أيا يكن. وأضاف: على كل حال كنت أتمنى أن يتصل أحد من السياسيين مستفسرا. من جهة أخرى قال الرئيس بري: لو كنت أريد التعطيل فإن أسلوب التعطيل جاهز، لكن لن أنتهك الدستور لأني رئيس المجلس وسنصوت وفق قناعتنا. الوزير علي حسن خليل أسف لنقل الكلام عن لسانه، لافتا إلى أنه قال إن توجهنا هو التصويت ضد عون ونرفض الاتفاقات الثنائية. بدأت الجلسة بغياب الكتائب وتأكيد التيار الوطني الحر عبر النائب إبراهيم كنعان أنه حضر لأن الوضع استثنائي والمناخات إيجابية مع إعلان التحفظ على بعض الأمور. القوات اللبنانية تحفظت أيضا على البنود غير المالية. أولى أهم اقتراحات القوانين التي أقرت تعديل أحد مواد قانون السير التي تجيز إصدار اللوحات الذكية، ثم أقر اقتراح تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في منطقة حوض نهر الليطاني وسط ترحيب الجميع لا سيما نواب منطقة البقاع. لقد أقر المجلس النيابي تخصيص الاعتمادات بقيمة 1100 مليار ليرة لبنانية للمشاريع المعدة للمعالجة لجميع المشاكل في حوض الليطاني ومنع التلوث. النائب عاصم عراجي وصف الموضوع بالقضية الوطنية، أما النائب جمال الجراح فدعا الحكومة إلى إثبات اهتمامها بالمشروع. النائب معين المرعب أثار بمداخلة حرمان عكار من مشاريع تنظيف الأنهار الملوثة والجامعة والمهنيات والطرقات، داعيا إلى إعلان عكار جمهورية أو مقاطعة مستقلة وخروج نوابها من المجلس. أما النائب خالد الظاهر فاتهم الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار بإهمال عكار. الرئيس تمام سلام رد بأن كل ما هو متعلق بعكار لا يتردد في إقراره مجلس الوزراء. بقيت النقاشات هادئة إلى أن وصلت إلى تبادل المعلومات لغايات ضريبية. اعتبر حزب الله هنا أن التشريع المالي يأتي تحت ضغوطات من الخارج، وهو ما نرفضه كما قال النائب حسن فضل الله. كشف الرئيس بري عن اجتماع حصل في باريس دافع خلاله وزير خارجية إيطاليا عن لبنان على إثر الحديث عن تخفيض تصنيف لبنان المالي وأعطائه مهلة لإقرار بعض القوانين حتى
الرابع من تشرين الثاني المقبل. وقال الرئيس بري: الولايات المتحدة الأمريكية احتلت العالم من خلال الدولار، لماذا الهروب؟ نعم في ضغط نص، قال الرئيس بري كاشفا عن اجتماع عقد في منزله حضره حاكم مصر في لبنان لبحث هذه التطورات المالية. وزير المالية علي حسن خليل حاول جاهدا معه الرئيس نبيه بري اقناع نواب حزب الله، لكن من دون جدوى. أوكلت مهمة الرفض إلى النائب نواف الموسوي الذي طالب بإعادة الاقتراح إلى اللجان، وهو ما وصفه بري وحسن خليل بالمستحيل. فآخر هذا الشهر قال حسن خليل سيعلن لبنان بلدا غير متعاون وسينخفض تصنيفه المالي. صحيح أن الجلسة التشريعية هذه أعادت بعض الحياة للمجلس النيابي، لكن في المقابل كشفت النقاشات حساسية الوضع القائم في لبنان على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي. ولعل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن الأمور لا تحتمل الانتظار والتأجيل، لأن حال الحكومة كما المجلس النيابي فشخل قدام عشرة لورا، أبرز توصيف للحالة اللبنانية. من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل. الجلسة التشريعية انتهت ليلا من دون أن تتمكن من النظر في مشروعي قانون الانتخابات المقدمين من النائبين أنطوان زهرة وعاصم قانسو بسبب فقدان النصاب. تطيير النصاب القانوني تم بعدما أقر المجلس 20 مشروع واقتراح قانون، من بينها اقتراح القانون المتعلق بتبادل المعلومات للغايات الضريبية، والذي كان قد أثار اعتراض نواب حزب الله وقد صدق معدلا بعد إعادة صياغته، بينما تم سحب اقتراح القانون المتعلق بقانون الإجراءات الضريبية، وأعيد الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في التعليم الثانوي الرسمي إلى لجنة التربية. وبعد انتهاء الجلسة اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن قانون الانتخاب أساسي لإصلاح التمثيل، بينما قال النائب جورج عدوان: نحن لن نتوقف حتى إنجاز قانون يلبي طموحات المواطن. قدرنا ننجز القوانين المالية اللي كان من شأنها إذا ما لم تنجز أن تحط لبنان على اللائحة السوداء، وقدرنا ننجز هذا الشيء، وهذا كمان إنجاز ثاني قدرنا نعمله. نحن والتيار لم نشارك بأي بحث بقوانين أخرى غير القوانين المالية. يبقى طبعا قصة قانون الانتخاب الجديد، هذه معركة مفتوحة لن تتوقف لن تتوقف لن تتوقف حتى إنجاز قانون انتخابي جديد. في فرصة لإنتاج رئيس جمهورية في أقرب وقت، في جلسة محددة ب 31 هنالك مبادرة أخذ مسارها بالاتجاه الإيجابي، وأكيد أنتم بتعرفوا ونحن بنعرف أنه هذا الموضوع قطع شوط كتير كبير. أكدنا خلال الجلسة أنه لا بديل عن الموازنات، أكدنا خلال الجلسة أنه لا بديل عن المحاسبة العامة بمعنى قطع الحساب والحسابات المالية. هذا مش اختراع لبناني ولا اختراع لجنة نيابية ولا اختراع طرف سياسي، هيدا دستورنا، هيدي قوانين المحاسبة العامة بكل الدول. فإذن ضرورة انتظام المالية العامة ضمن إطار القوانين والأصول. أحيا لبنان أمس الذكرى الرابعة لاستشهاد اللواء وسام الحسن رجل الأمن الذي حمى لبنان واللبنانيين حتى لحظة استشهاده. أربع سنوات مرت، يومها دوى انفجار في قلب بيروت وصل صوته إلى كل أحيائها، ولا يزال صداه يتردد إلى هذا اليوم. 50 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار وضعت في سيارة من نوع سيرفيت تم تفجيرها عن بعد لتقتل رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي رجل الأمن الأول في لبنان اللواء وسام الحسن، ومعه مرافقه الشهيد أحمد صهيوني. منذ توليه رئاسة الشعبة بذل ابن بتراتيج جهودا في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وقد أدى ذلك إلى تفكيك أكثر من 36 شبكة تجسس تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى كشف هويات عدد من المخططين لارتكاب أعمال إرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. إنجازات استحق أن يكرم عليها، فحاز على أكثر من وسام وميدالية والعديد من التنويه والتهاني الخطية.
ورغم مرور 4 سنوات على الاغتيال لا يزال اسم الشهيد الحسن يذكر عند كل إنجاز أمني نوعي لشعبة المعلومات. الرئيس سعد الحريري أكد التزامه بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء الحسن حتى النهاية، وفي بيان أصدره قال: اللواء الشهيد هو بطل من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مدرسة حماية لبنان واللبنانيين مهما غلت التضحيات. لمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال اللواء وسام الحسن، توجه الرئيس سعد الحريري بالتحية إلى روح الشهيد وقال: في هذه الذكرى الأليمة التي تعتصر قلوبنا وقلوب كل اللبنانيين الشرفاء، نتذكر بحسرة خسارة هذه القامة الأمنية الكبيرة التي حققت إنجازات مهمة في ملاحقة المطلوبين وكشف شبكات العملاء الإسرائيليين ومواجهة التنظيمات الإرهابية على مستوى لبنان كله، وتركت بصمات مضيئة في آليات عمل وخطط قوى الأمن الداخلي. وأضاف الرئيس الحريري في بيان: إننا نفتقد وسام الحسن الأخ والصديق ورفيق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان قدوة بالوفاء والالتزام بالمناقبية الأخلاقية والمهنية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وافتدى بشهادته اللبنانيين على مستوى الوطن كله من مكائد ومخططات نظام بشار الأسد الدكتاتوري الذي ما يزال يتربص شرا بلبنان حتى اليوم. اللواء الشهيد وسام الحسن بطل من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مدرسة حماية لبنان واللبنانيين مهما غلت التضحيات. وختم الرئيس الحريري قائلا: في هذه الذكرى المحزنة نتذكر تضحيات اللواء الحسن وجهوده المضنية والدؤوبة لكشف المطلوبين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، ونؤكد التزامنا بملاحقة مرتكبي جريمة اغتياله النكراء حتى النهاية. وللمناسبة نفسها زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دار حي الشهيد الحسن ومرافقه المؤهل الأول أحمد صهيوني، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان وكبار الضباط في الشعبة. نعاهدك يا وسام وجميع الشهداء أننا مستمرون في حمل جمرة المسؤولية الوطنية، نحصن بها الاعتدال ونعمل للدولة، فقط للدولة. كلمات قالها وزير الداخلية نهاد المشنوق على ضريح لواء الشهيد وسام الحسن في ذكرى اغتياله الرابعة. المشنوق وجه تحية محبة لعائلته وتحية وفاء لقوى الأمن الداخلي التي لم تتخلى عن خط الدولة بعيدا عن صغائر تلهي سياسيين فتجعلهم يستعملون تعبير ثأرية بعيد عن قدسية الاغتيال وقدسية فكرة الدولة. هذه الذكرى وهذه الزيارة بتأكد مثل ما قلت قبل انه نحن اولوياتنا المطلقة هي بناء الدولة، وبناء الدولة لا يمكن ان يتم وفي فراغ رئاسي وفي حكومة مشلولة وفي احتمالات بتعطيل عمل مجلس النواب لسبب سياسي او لاخر. لذلك نحن عم نعمل جهد أكثر من جدي وإيجابي، عنوانه الوحيد هو العودة لاكتمال الدولة دستوريا اللي بيسهل أكيد حياة الناس وبيسهل أكيد الاستمرار بعيدا عن الحريق المحيط فينا بسوريا وبكل مكان يعني ببعض الدول العربية، وبأكد أيضا على أنه نحن هول الشهداء من الرئيس الحريري للواء الحسن للمؤهل صهيوني لأبو طارق العرب لكل اللي موجودين هون، هذا بيأكد انه نحن هذا الشهداء ما رح يروح دم من هدر ولا سدى، لانه هن اغتيلوا من اجل ايمانهم بالدولة ومن اجل سعيهم نحو بناء الدولة ومن اجل صدقهم ببناء الدولة. هيدا نحن على نفس الخط ومرحبا. هل ما زلت على تفاؤلك مع الوزير بإمكانية انتخاب الرئيس قبل نهاية أو في 31 الشهر أو قبل نهاية السنة كما تقول؟ أنا من الأول للآخر قلت قبل الرسل. الوزير المشنوق توجه بعد ذلك والوفد المرافق إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأوا الفاتحة على روحه وأرواح الشهداء الأبرار. وتتابعون بعد الفاصل نشاط دبلوماسي في بيت الوسط.
نتابع النشرة. شهد بيت الوسط أمس سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية بارزة، وقد أكد السفير الروسي بعد لقائه الرئيس سعد الحريري أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون داخليا، معلنا تأييده للجهود المبذولة. بحث الرئيس سعد الحريري التطورات السياسية الراهنة مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي البارئ كوستانيا ومستشار رئيس الحريري الدكتور غطاس خوري. الحريري بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان إليزابيث ريتشارد بحضور خوري. الحريري التقى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين بحضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. نقدر عاليا جهود المبذولة من قبل دولة الرئيس في سبيل إيجاد الحلول للقضايا الأجندة الداخلية بما في ذلك انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ونحن نتمنى الوصول السريع إلى التوافق ما بين الأحزاب الأساسية اللبنانية وفقا للمصالح الوطنية الكبرى للدولة، ونؤكد أن القرار وخاصة في ظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة يجب أن يكون لبنانيا بدون التدخلات الخارجية. وشكرا. هل تبلغتم من الرئيس سعد الحريري يعني أين وصلت المساعي بإيصال العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة؟ كما قلت أن نحن بحثنا كل هذه الأمور، و بطبيعة الحال هناك الجانب يتعلق باللبنانيين أنفسهم، فلذلك كالطرف الخارجي نحن لا نتحدث حول التفاصيل. هناك تعييد عام من قبلنا لهذا التحرك. وفي بيت الوسط السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي عرض مع الحريري آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. ومن معراب كان الاستحقاق الرئاسي مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير ميشيل فرعون. تطورات الملف الرئاسي كانت مدار بحث في معراب على مدى ساعتين بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير السياحة ميشيل فرعون في حضور منسق بيروت في حزب القوات عماد وكيم. فرعون أشار بعد اللقاء إلى أن الملف الرئاسي يتجه نحو تبني الاتفاق الواسع حول ترشيح لعماد ميشيل عون. الأمور عم تتجه نحو تبني نتيجة الآلية أو المسار اللي انوضع من أكثر من سنتين حول المسار الرئاسي، انه يكون في اتفاق واسع حول مرشح مسيحي، وهذا اللي حصل مما يعطي الشرعية المسيحية اليوم حول العماد عون. اما على صعيد رئاسة الحكومة، بس انت بتعرفي انه الشرعية الطبيعية مش بس لنقول الطائفية بس كمان الوطنية، هي حول يعني يكون الرئيس حريري رئيس حكومة. هذه الثنائية لنقول اليوم، لأنه هذا هو المطروح، هي بتريح البلد عمليا وبتحسن الميثاق، بتحسن الدستور، وبتسمح أن نتعاطى بالمشاكل الحقيقية. فرعون لفت إلى أن الأزمة الرئاسية لم تعد تحتمل أي تأخير، بخاصة أنها باتت تهدد البلد برمته. قال وزير التربية الياس أبو صعب ضمن برنامج انترفيوز: أنا أتفهم اعتراض الرئيس نبيه بري على ترشيح العماد عون، معلنا أن التيار الوطني الحر أخذ قرارا بالتحاور مع بري فور إعلان الرئيس سعد الحريري ترشيح عون رسميا. وتتابعون بعد الفاصل: الجيش الروسي يعلن بدء الهدنة الإنسانية في حلب اليوم. في الأخبار الإقليمية والدولية في يومها الثالث، أوصلت معركة الموصل الجيش العراقي إلى تخوم مركز المدينة بعد دخوله قضاء الحمدانية.
دخلت عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من داعش الإرهابي يومها الثالث، حيث يستمر زحف القوات العراقية نحو المدينة عبر أكثر من محور. صدت قوات البشمركة وبإسناد من طيران التحالف الدولي هجوما لتنظيم داعش على مركز قضاء سنجار غرب الموصل، حيث استخدم التنظيم في الهجوم 3 سيارات مفخخة. تمكنت البشمركة من صد إحداها بينما فجر طيران التحالف السيارتين الأخريين. من جهة أخرى، أفاد ضابط في الجيش العراقي أن داعش بدأ بالانسحاب من ناحية الشورى جنوب الموصل، والتي تقف القوات المسلحة العراقية على تخومها استعدادا لاقتحامها وتحريرها. أما ميليشيات الحشد الشعبي ورغم المعارضة الواسعة لمشاركتها في معركة تحرير الموصل، فأكدت أنها ستدعم الجيش العراقي خلال تقدمه نحو تل عفر على بعد نحو 55 كيلومترا غرب الموصل. إنسانيا، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 900 من المدنيين هربوا من مدينة الموصل العراقية وعبروا الحدود إلى سوريا، ليشكل هؤلاء المجموعة الأولى الكبيرة من المدنيين التي يتأكد فرارها من المدينة التي يقدر عدد سكانها بمليون ونصف مليون شخص. من جهته، أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تنتظر حتى يدق خطر المنظمات الإرهابية أبواب بلاده، بل ستلاحقها منذ الآن للقضاء عليها، موضحا أن الجهات التي تسعى لمنع تركيا من المشاركة في عملية تحرير مدينة الموصل العراقية هي نفس الجهات المستاءة من إفسادها للخطط التي تحاك ضد سوريا. إلى ذلك، رأى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية أن موسكو تشعر بقلق من احتمال هروب مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في مدينة الموصل العراقية إلى سوريا، قائلا إنه بدلا من ذلك يجب قتلهم على الفور. في اليمن، أعلنت قيادة قوات التحالف العربي سريان وقف إطلاق النار بدءا من منتصف الليلة الماضية. وقالت قيادة التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس إنها ستلتزم بوقف النار مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري لأي تحركات انقلابية. وأضافت أن الهدنة تأتي لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني. وفي سوريا، أعلن الجيش الروسي أن الهدنة الإنسانية ستبدأ اليوم في حلب وتستمر 11 ساعة على أن يفتح ممران، أحدهما عبر طريق الكاستيلو لانسحاب المقاتلين، وستة ممرات إنسانية أخرى لإجلاء المدنيين. سباق الوقت في حلب يعني للنظام محاولة استعادة السيطرة على ما تبقى من مواقع ونقاط بيد الثوار سريعا، فشنت قواته مدعومة بالميليشيات العراقية والأفغانية هجوما من محاور عدة على مواقع وتجمعات المعارضة في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة. إنما تمكن الثوار من صد الهجوم وقتل وجرح عدد من المهاجمين وتدمير مدفع وقاعدة صواريخ، وذلك في ظل قصف للطيران الروسي على محيط مشروع 1070 شقة وبلدتي خان طمان وخلصة وتلة مؤتة. هذا واندلعت اشتباكات بين قوات النظام وجيش الفتح في محيط قرية السابقية بريف حلب الجنوبي بعد محاولة مجموعات من قوات الأسد التسلل نحو منطقة الساتر. إلى ذلك، دخلت الأحياء الشرقية من حلب يومها الثاني من دون أن تتعرض لأي غارات غداة إعلان روسيا تعليق القصف الجوي على المنطقة، في وقت شنت مقاتلات النظام عشرات الغارات على المدن وبلدات طيبة الإمام وصوران اللتين تسيطر عليهم المعارضة في ريف حما الشمالي. وفي دمشق، ارتكبت قوات النظام مجزرة إثر استهداف حافلة نقل للمدنيين على طريق زاك خان الشيح في الغوطة الغربية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 7 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلة وجرح آخرين، تزامنا مع إلقاء المروحيات براميل متفجرة على خان الشيح والمزارع المحيطة. وفي ردود الفعل الدولية، جددت موسكو مطالبها بضرورة فصل المعارضة السورية المعتدلة عن ما وصفته بالفصائل الإرهابية في سوريا، مؤكدة ضرورة الفصل الآن ولا مبرر لتأجيلها. وأكدت الخارجية الروسية أن من غير المقبول أن تستمر الهدنة إلى ما لا نهاية في ظل عدم وفاء واشنطن في تعهداتها. مع نهاية المناظرة الأخيرة بين المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب،
يختار الناخبون الأمريكيون بعد 20 يوما رئيسهم الجديد. وفي مناظرة حادة ركزت على السياسة بشكل أكثر من المناظرتين السابقتين، اتهم ترامب حملة كلينتون بالمسؤولية عن سلسلة اتهامات من قبل نساء قلنا إنه تحرش بهن جنسيا. وقال ترامب إن كل هذه القصص كاذبة تماما، وأشار إلى أن كلينتون وراء هذه الاتهامات، ووصف حملتها بغير الأخلاقية. وفي الختام نعود للتذكير بالعناوين: الحريري يحسم موقفه الرئاسي اليوم ويعلن ترشيح عون. الضرورة تعيد المجلس إلى التشريع وبري يرفع مطرقة المعارضة. القوات العراقية تتقدم سريعا في معركة تحرير الموصل، وموسكو قلقة من احتمال هروب الدواعش إلى سوريا. بهذا نكون قد وصلنا لختام النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.